ونسأل لينا قنوع محللة أسواق المالية في إكويتي جروب عن هذه التحركات بالأسواق العالمية. أهلا بك معنا لينا. يعني لأول مرة يمكن عم نشاهد هذا التوازي اللي عم يحصل بالنسبة للأسواق الأمريكية المدعومة بالتحفيز الأمريكي، إلى جانب ارتفاعات الذهب اللي عم توصل لمستويات قياسية. كيف يمكن أن نفسر هذه الحركة المتوازية اليوم ما بين الأسهم الأمريكية وكذلك ارتفاعات الذهب، لأنه عادة هي علاقة عكسية؟ نعم، بالفعل يظهر أنه ارتفاعات أسواق الأسهم يعني تسير باتفاق أو باتجاه متوافق مع الذهب. هو التفاؤل بشأن حزمة التحفيز التي عليها الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول حزمة تحفيز تريليون دولار، وأيضا هذه المخاوف تؤدي إلى اللجوء إلى الذهب، مخاوف من أنه التعافي الاقتصادي ما يزال، أنه لا يوجد تعافي. ربما هذه التأثيرات ربما على الأسهم، لكن الأسهم هي عم تتفاعل من شأن حزمة التحفيز الاقتصادي الذي تقرها الحكومة الأمريكية. يعني هناك ضخ في السيولة في الأسواق، بالتالي لكن الذهب يعتبر الملاذ الآمن في هذه الفترة. عم نشوف ارتفاع في عدد الإصابات في فيروس كورونا، ما زالت في العالم وصلنا إلى 15 مليون إصابة، وأيضا الارتفاعات في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك يعني من رئيسة مجلس النواب الأمريكي تقول يجب التوصل إلى هذه الحزمة وأصبحت ضرورية بشأن التعافي الاقتصادي. لدينا أيضا البنك، هناك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يقول أنه ربما يتوقع هناك أن يكون يعني نمو أن يتحقق في الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني، لكن هذا كله يعني هذا كله بالنسبة للتراجعات التي حققها والانكماش في الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني الذي ب 20%. فعم يتوقع انه يكون انه التعافي في الاقتصاد خلال العام بيكون ب 6%. هناك يعني مخاوف بشان التعافي الاقتصادي ما زالت موجوده، عدم الضبابيه حول هذا التعافي وكيف سيكون التعافي. ايضا لدينا يعني نترقب هذا الامر عن كثب، وبالتالي مستويات ال 2000 دولار للذهب اريد ان انه نحن تعتبر الان حاجز نفسي بعدما كانت مستويات مقاومه وهدف. كلما تراجعنا عن تلك المستويات نعود الى الارتفاع، لكن الثبات فوق هذه المستويات نرى الى مستويات ال 2155 وربما الاتجاهات صاعده للمزيد من التيسير النقدي، الضبابيه حول التعافي الاقتصادي، كلها محفزات لارتفاع اسعار الذهب ما زالت داعمة لهذا التصاعد. لا ننسى تراجع الدولار، وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في عامين هو سبب من الأسباب التي تؤدي إلى دعم ارتفاعات الذهب أيضا نتيجة تراجع عوائد السندات الخزانة الأمريكية وتأثيراتها عن انخفاض القوة الشرائية للنقد، وأيضا التأثيرات على ارتفاع التضخم، لأن عم نشوف على التضخم عم بيرتفع. فكل هذه العوامل مسببة، وأسهم ناسداك شفنا عم يوصل لا ارتفاعات قوية، فيظهر أنه الاتجاهات أصبحت أسواق المتداولين يتوجهون إلى أسواق الأسهم وأيضا إلى الملذات الآمنة أيضا لتغطية أي انخفاض في أسواق الأسهم. فهذا السبب الوحيد لهذه الاتجاهات بين أسواق الذهب وأيضا أسواق الأسهم. طيب لينا، كما رأيت اليوم البنك إنجلترا المركزي يثبت مستويات الفائدة، وكانت ردة فعل السوق مع أنه السوق كانت تتوقع عملية التثبيت، ولكن هناك قوة متواصلة للإسترليني. هل هذا الأمر له علاقة بضعف الدولار، يعني أكثر من قوة في الإسترليني؟ نعم، الإسرائيلي يشهد هذه القوة وهذه المستويات. السبب الوحيد هو بسبب الدولار وتراجعات الدولار عم يكسب هذه القوة، ويعني بشأن أنه هناك توقع بأن يكون هناك تراجع للدولار أكثر بسبب حزمة التحفيز، فهي مسألة فقط دولار. وأيضا نتحدث أنه يعني أنه الدولار كما ذكرنا أنه عوائد السندات الخزانة الأمريكية عم تتراجع، فعم يشوف طلب على
الدولار، وبالتالي هذا عم بيقوي العملات المرتبطة بالدولار مثل الاسترليني، وعم نشوف هذه الارتفاعات. طبعا قرار بنك انجلترا المركزي بتثبيت اسعار الفائدة وايضا ببرنامج شراء الاصول، لكن لازم يجب ايضا ان نستمع الى التوقعات المستقبلية، ماذا سيقول رئيس بنك انجلترا حول التوقعات المستقبلية، وخاصة هناك توقعات او هناك حديث بعد اجتماع القرار باسعار فائدة بان هناك سيكون نسب البطالة تصل 7.5% بانخفاضها، ايضا توقعات بشان التعافي الاقتصادي ما زال ضعيف، نحن بنتوقع 20% بنك انجلترا بان يكون هناك تراجع في الربع الثاني. فهذه فيجب النظر الى الان الى ما هي اذا كانت الاجراءات التي يقوم بها بنك انجلترا ضرورية عند الحاجة، لان ما زال التعافي الاقتصادي ما زلنا ننتظر ماذا سيكون الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي وايضا بريطانيا حول هذا الاتفاق، خاصة هناك يظهر انه بريطانيا لم تعد تريد هذا الاتفاق او غير متفائلة بهذا الاتفاق، رغم الضبابية في مسألة البيانات الاقتصادية عم نشوف هناك مخاوف، رغم انه عم تأتي بعض البيانات بالفعل جيدة من قبل بنك انجلترا، لكن هناك بالفعل مخاوف من ما زالت، وايضا ارتفاع عدد الاصابات في فيروس كورونا، كل هذا يؤثر بشكل كبير على نعود الى مساله التعافي الاقتصادي، وخاصه الاغلاقات الاقتصاديه ما زلنا هناك نرى انه ما زالت قيود، وخاصه كما ذكرت انه بالولايات المتحده الامريكيه القيود موجوده، وقيود على بعض الشركات، فانا اتوقع الاتجاه الاسترليني سوف يرتفع اكثر من ذلك ومع ضعف في الدولار. نشكرك لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.